السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف كتشوفوا جبت لكم هذا الفيديو اللي فيه هذا الطريزه اللي هي كتجي خفيفه، كتجي حلوه، كتجي في جلابه اولا فيما بغيتي تعملها. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش نوريكم الطريقه بالتفاصيل ومشاهده ممتعه. اول حاجه اللي كنحتاجوها هي هذا الخيط الدمسي وهذا الابره اللي هي غليطه شويه. بالنسبه لهذا الخيط ديال الدمسي كيكون على 6 ديال الشعره. وهنايا حيت غنخدموا اول حاجه اللي هي العقده الفرنسيه اللي هي العشيوش، غنخدموه على 6 ديال الشعرات. هذه هي الاولى، وبقاو معايا حتى اخر الفيديو باش تسمعوا جميع النصائح اللي غنعطيكم من ناحيه ديال هذه الزواقه، حيت كل طريف بشحال كيتخدم ديال الشعرات. اول حاجه اللي غنشرحها لكم هنايا بالنسبه للعقده الفرنسيه، علاش كندوروها غير على جوج؟ حيتاش كنعملوا الخيط على 6. بالحقيقه عملنا الخيط مثلا على 3 اولا على 4، اذا هنايا خصنا ندوروا 4 اولا 5 ديال الدورات باش تجينا داك العشيوش اللي هي داك العقيده كتجينا كبيره شويه. اذا حنايا باش نختصروا الوقت وما نبقاوش نلويو في الابره بزاف، نقدروا نعملوها غير على هاد 6، وبطبيعه الحال كنخدموا مرتاحين بزاف. بالنسبه لهاد الرشيمه انا غنخليها لكم في اخر الفيديو بالنسبه للبنات اللي كيعرفوا يعملوا السكرين، وغنخليها لكم عفوا في انستغرام ديالي، وغنخليها لكم في الفيسبوك اللي هو عندي بعالم ام عمرو. بالحق بامكانكم انكم تخرجوها راسكم. بالنسبه لهادي على حسب كيفاش بغيتوا الورده تخرج لكم، بغيتوها تخرج لكم بخمسة دراهم اولا بدرهم، نتوما كطراسيو كيف ما بغيتوا. دابا بحال هاد الزواقه هادي مطراسيه بخمسة دراهم باش جات كبيره شويه. دابا هنايا من بعد ما كملنا هاد العقيده اللي قلت لكم كامله، كنخدموا هاد الغص هذا كامله كندوروا عليه وكنبقاو نخدموا حتى كنساليو. اذا دابا شنو غنخدموا؟ دابا نخدموا الورده الرئيسيه باش من اللون غنخدموها بهذا الموف اللي كتشوفوا دابا، اللي اسمه هذا الخيط هو الديمسي، هو كيف مكتوب وكيتباع بالارقام. بالحق باش نخدموا هذه الورده اللي كتشوفوا دابا غنضوبلوه على 12. كيف قلت لكم هذا الخيط ديال الديمسي كيجيو فيه 6 ديال الشعرات، وحنايا غنضوبلوه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا دابا في الفيديو ياك، وغنربطوه وغنخدموا به بهذه الطريقه هذه عفوا. اول حاجه اللي غنتبعوها هي هاد الشريطات اللي كتشوفوا بحال الطرس التركي تماما. عاد ديك الساعه نوريكم الطريقه كيفاش كنعمروه. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي واش نقدروا نعوضوه بشي حاجه اخرى من غير الديمسي، ممكن نعوضوه بالصوف. الصوف فكره مزيونه بزاف، وحتى الصوف رجعوا فيه الالوان. ودابا ان شاء الله من غيفتحوا موالين الحجار غنخدم معكم الخدمات بحال هيدا اللي بالصوف، اللي هما كيتقاموا رخاصين ومزيونين. ها انتم كيف لاحظتوا كندخل الخيط على هاد الشكل وكندخلو هنايا، كنخلي وحده وكندخل في الثانيه على هاد الشكل، عاود كنخلي هادي وندخل في اخرى، عاود كنخلي وحده وندخل في اخرى بهذه الطريقه. هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديال هذه الوريده، سهله بزاف. وكنظن ان الفيديو شارح نفسه، يعني الخدمه باينه بزاف، وانا ما بغيتش نزرب الفيديو غير على حساب المبتدئين باش يتعلموا هذه الوريده بسهوله. كنبقاو خدامين هكذا وهي كتطلع معانا. وبالنسبه للوصل اللي خدمت انا العشيوش، بامكاننا ما نخدموش العشيوش ونخدمو مثلا شي بيرلا اولا شي حجيره، ماشي بالضروره نخدمو هاد العشيوش هذا، على حساب نتوما شنو اللي متوفر عندكم. بالنسبه لهاد الخيط الديمسي اللي فيه مزيون هو ان ملي كيكون فيه جوج دلوينات وكتخدم به الورده بحال هيدا، كتعطي واحد الشكل اللي مزيون، وكتساعد كيساعدك باش تبان بواحد الشكل اللي هو انيق بزاف. ودابا حتى الصوف رجع هيدا فيه جوج دلوينات اللي مخلطين حيت الزباق اللي شفتو. دابا ان شاء الله نخدم معكم به وتشوفوا الخدمه ديالو كتجي مزيونه، حتى الطرزه ديالو كتجي مختلفه بزاف، يعني حيت ما منتشرش بزاف، ماشي كلشي كيخدم بالصوف، ما كيخدموش الناس بالصوف بزاف. بالحق بطبيعه الحال الصوف ماشي اي طرز تقدر تخدم به عفوا،
نقدروا نخدموا الوريدات هكذا. المهم بعض الحاجات اللي بامكاننا اننا نخدموا، ماشي اي حاجه كتخدم بالصوف. اذا لاحظتوا قد ما انا كنخدم بهذه الطريقه والورده كتطلع كتنفخ، علاش؟ حيت كنجبد يدي شويه تال داك الاخر، ديك الساعه كنخدم هيدا بحريه كيف ما بغيت. بالنسبه للناس اللي كيسقسيوني واش هاد الرشيمات كنقطعوا من هذا الثوب ونلصقهم شي حاجه، لا انا كنخدم معاكم كنعلمكم في هذه الطريفه ديال الثوب. وبالنسبه الثوب اذا بغيت مثلا هاد الزوقه نخدمها فشي جلابه، كنجي للجلابه ديريكت وكنخدمها فيها، من غير اذا كان عندي الفلتر او لا اذا كانت شي زوقه مثلا بامكاني انني نقطعها ونعملها الجيلاتين من تحت او نلصق ونسخها. ودابا هنايا كيف كتلاحظوا من بعد ما كنجي نكمل كنحاول انني نغطي داك السيلو هيدا بعد الضربات هيدا بعادين على بعضيتهم وكنغطيه، وكتشوفوا هذا الشكل ديالها النهائي. ودابا نخدم الثانيه وغننتقلوا باش نخدموا هاد الوريقات اللي كتشوفوا. هذه هي الطريقه اللي غنخدم بها، حتى هما كنعمل الخيط على 12. ودابا نخليكم باش تكملوا الفيديو، حيت كنظن ان الفيديو شارح نفسه بنفسه، وانا شرحت معكم اللي خصو يتشرح بالتفاصيل. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التعاليق ديالكم اللي مزيونه وكتفرحوني بها. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي علاش كنتعطل عليكم، مثلا كننزل نهار نهار لا، ولا يومين لا نهار حيت انتم عارفين دابا العواشر وقرب رمضان ما باقي والو، ورمضان كيحتاج شويه شد التوجاد وداكشي مع هذا الحجر الصحي، الوقت ما كيبقاش في صفه نهائيا. دخلنا عليكم بالله، قولوا لي واش نتوما ولا غير انا اللي ما كيبقى لي شي الوقت، عاود مرتحوا الزاق العكس الوقت كيطير بزاف. ومهم كنشكركم مره اخرى، ونبغيكم دائما قويين ومتحمسين ومتفائلين بالخير، وان شاء الله ما غيكون غير الخير. ودائما اي حاجه جات في الطريق واي حاجه شفتيها ماشي مزيانه، كن اكيده باللي ربي عاملك فيها الخير، حيت شمش حمل حاجه كتوقع لنا في حياتنا وحنايا كيجيب لنا الله باللي هي ماشي مزيانه، وهي العكس راه هي لصالح لنا واخا حنايا كنشوفوها ماشي مزيانه. لذلك كونوا قويين وثقوا في راسكم، توكلوا على الله دائما باش تنجحوا في حياتكم. واهم حاجه هي ما عمر شي وحده فيكم تستسلم، ما عمرك تستسلم لاي حاجه، دائما كن قويه وما تستسلمش، ودائما تبع الهدف ديالك حتى توصل ليلو وحتى تحقق داكشي اللي انتينا بغيتي. قد ما انتينا كتنفس وانتينا في الدنيا ما عندك مش تخاف، وما تديهاش في الناس اللي كيحطموك، ديها في راسك وصحتك، هذوك هما اللي مهمين، وتوكل على الله وطبيعة الحال غتوصل بعيد بزاف وغتنجح في حياتك. وباي باي مع السلامة، إلى فيديو جديد إن شاء الله وفرجة ممتعة.